اللي سمير؟ ألو ياش، شفتني هالشي؟ لا لساتني عم دور عليها. يا أخي حملتنا الإعلانية بلشت، يعني ما ضل عندك وقت أبدا. ليك أنت لازم تشوفها بأسرع وقت وتخبرها بالحقيقة، وإلا رح تصير مشكلة كبيرة. إيه بعرف سمير، كرمال هيك راكد لحتى لاقيها، بس بظن ما رح ألحق. المهلة يلي عطيها البنك لسه ما خلصت، ولهيك ما في داعي للتهديدات الفاضية وتقولوا إنكم رح تحجزولها على البيت. هي اسمها ولدنا، في إجراءات وقواعد قانونية بيلتزم فيها البنك، ومثل ما أنتوا اجيتوا لهون فيني روح على البنك، ومو بس بقابل مديركم، بقدر قابل مجلس إدارة البنك كلياته. لا تبيعوا البيت لو سمحتي. اللي بقصده خليني شوف إذا فيك تاخدي سلفي على راتبك، الشركة بتساعدك. مسكي هي علبتي. أستاذ بس كيف وصلت هاي العلبة لعندك؟ يا أشياء اللي جابها. نيها! نيها! استني، دقيقة بس خليكي عندك، بدي أقول لك شغلة. لا تفهميني غلط لو سمحتي. نيها! نيها بترجاكي خليكي عندك. وقفي! نيها استني شوي، رح اجي لعندك، رح اشرح لك كل شيء يا نيها.